اخر مره كنا اتكلمنا عن شكاوى وتساؤلات كتيره بتقابلنا في العياده، النهارده عايزين نتكلم عن امراض منتشره ما بيننا. عايزين نعرف ازاي الامراض دي بتاثر على العين، وايه دور دكتور العيون في متابعه الامراض، وايه النصايح اللي احنا محتاجين نعرفها عشان نحاول نتفادى مضاعفات الامراض. اول مرض هنتكلم عليه هو السكر. طبعا مفيش اسره دلوقتي ما فيهاش على الاقل فرد واحد عنده سكر. طيب السكر في الحقيقه ممكن ياثر على اي جزء في العين، ممكن يعمل ميه بيضه، ممكن يعمل ميه زرقاء او جلوكوما، او ممكن ياثر على الشبكيه اللي احنا بنسميها الاعتلال الشبكي السكري. طيب لو انت مريض سكر سواء من النوع الاول اللي بيجي للصغيرين او النوع الثاني اللي بيجي للكبار، المفروض تعمل ايه؟ اهم حاجة تعملها المتابعة الدورية عند الدكاترة. اول دكتور لازم تتابع عنده هو دكتور الغدد الصماء. الدكتور ده بيظبط لك العلاج، بيشوف لك مستوى السكر، بيطلب منك تحاليل دورية لازم تعملها. لو انت عندك ضغط او كوليسترول مع السكر، فانت لازم تتابع مع دكتور القلب والاوعية الدموية عشان يظبطهم لك. لان في الحقيقة تظبيط الضغط والكوليسترول ليه تأثير قوي جدا سواء على السكر او على العين. تالت دكتور طبعا هو دكتور العيون اللي انت لازم تتابع معاه متابعة دورية. دكتور العيون بيطمنك على عينك وبيحدد لك المتابعة الدورية المطلوبة منك، ولو لا قدر الله في اي مشكلة في عينك بيشوف لك احسن علاج يناسبك. في حاجتين مهمين عايز اقولهم في السكر. اول حاجة لو انت مريض سكر وعندك مية بيضة، يبقى لازم تتأكد من سلامة الشبكية قبل ما تعمل المية البيضة، ولو كان في أي مشكلة في الشبكية يبقى لازم تعالجها الأول قبل ما تعمل عملية المية البيضة. تاني حاجة المتابعة الدورية المطلوبة منك مهمة جدا، لأن أي مشكلة بتحصل في العين لو اتلحقت بدري بتكون نتائجها أحسن، لكن لو اتأخرت في الحقيقة بيكون علاجها أصعب ونتائجها أسوأ. تاني مرض هنتكلم عليه هو ارتفاع ضغط الدم. وطبعا الضغط زي السكر من الأمراض المنتشرة ما بيننا. الضغط ممكن يأثر على الشبكية، خاصة لو أنت عندك سكر والضغط مش مظبوط، ده ممكن يزود احتماليات تأثير السكر على الشبكية. لو أنت مريض ضغط فأنت لازم تتابع بصورة دورية عند دكتور القلب والأوعية الدموية، خاصة لو في سكر في كوليسترول. حاجة مهمة برضو عايزين نقولها عن الضغط هو إزاي أعرف إن أنا مريض ضغط. في الحقيقة مريض الضغط عشان يتشخص لازم على الأقل يقيس الضغط 3 أيام ورا بعض في كل يوم في وقت غير التاني. يعني مثلا أول يوم ممكن يقيسه الصبح، تاني يوم يقيسه على العصر، تالت يوم يقيسه بالليل. لو طلعت القرايات دي عالية يبقى معنى ذلك أنت مريض ضغط، وبالتالي أحسن حد يقدر يشخص هو الدكتور. تالت مجموعة من الأمراض هي الأمراض الروماتيزمية. ما اقدرش طبعا اقول ان هي زي الضغط والسكر منتشرين ما بيننا كتير، بس هما برضو منتشرين بنسبه مش قليله. زي ما سمعتوا هي مجموعه امراض، لان هما فعلا مش مرض واحد، يمكن اشهرهم يكون التهاب المفاصل الروماتيزمي او الروماتويد ومرض الذئبه الحمراء. في حاجات عايز اقولها مهمه جدا لاي حد عنده امراض روماتيزميه. اول حاجه زي ما انتوا سمعتوا ان هي مجموعه من الامراض المتشابهه، وبالتالي لازم عشان تتشخص كويس يبقى لازم تروح لدكتور متخصص. تاني حاجة الدكتور هيكتب لك تحاليل كتير لازم تعملها، لان هي بتساعده على التشخيص. تالت حاجة لما الدكتور بيكتب لك علاج يبقى انت لازم تاخده، لان هو بيتابع حالة نشاط المرض من العلاج اللي بتاخده. رابع حاجة في ناس كتير بتتلخبط ما بين الامراض الروماتيزمية والحمى الروماتيزمية. في الحقيقة المرضين دول ما لهمش اي علاقة ببعض. الحمى الروماتيزمية ده مرض بيجي في القلب، ممكن يصيب المفاصل، لكن هو ملوش اي علاقه بالامراض الروماتيزميه. مجموعه الامراض الروماتيزميه بتاثر على العين اما بشكل مباشر، يعني ممكن تعمل ميه بيضه، ممكن تعمل التهابات قزحيه، او ممكن تاثر على الشبكيه، او ممكن تاثر بسبب العلاجات المختلفه اللي بتتاخد لعلاج الامراض الروماتيزميه زي مثلا الكورتيزون. من الحاجات اللي بنشوفها كتير ويمكن معظم الامراض الروماتيزميه بتعملها هي جفاف العين. جفاف العين ساعات بيجي بفتره كبيره قبل ظهور المرض، وبالتالي ده ممكن يخلي دكتور العيون انه يشك ويحولك لدكتور متخصص. اخر حاجه عايز اقولها طبعا في مجموعه الامراض
الروماتيزمية ان المتابعة الدورية مع الدكتور المتخصص ودكتور العيون بيكون ليها تأثير قوي جدا على متابعة المرض. بعد ما اتكلمنا عن اشهر الامراض المزمنة اللي ليها تأثير على العين، احب اوجه نصيحة لاي حد عنده مرض مزمن. لازم تصاحب المرض اللي عندك وتعرف ازاي تقدر تتعامل معاه، ولازم تسمع ارشادات الدكاترة المتخصصة في المرض ده علشان ان شاء الله تقدر تتفادى اي مضاعفات ممكن تحصل